إذن مشاهدينا، وللحديث أكثر حول تفاصيل برنامج الصيف المجاني الذي تنظمها عن بعد تحت عنوان المنصة الافتراضية، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مي عبد الله السري، تنفيذي أول إعلام في سجايا فتيات الشارقة. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. بداية يعني نود أن نتحدث عن هذا البرنامج، برنامج الصيف المجاني الذي ينظم عن بعد. طبعا بداية أخوي محمد أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا برنامجنا الصيفي المنصة الافتراضية برنامج ممتع، وفيه الكثير من البرامج والورش اللي بتساعد الفتيات في صقل الموهبة وتنمية المهارات. وطبعا برنامجنا على فترتين، طبعا احنا بدينا البرنامج من اسبوع، وحين احنا في الاسبوع الثاني باكر اللي هو اخر يوم في الاسبوع الثاني، وان شاء الله بعد العيد بنبتدي المخيم الثاني اللي بيتم عندنا لين تاريخ 5/8. نعم، هذا البرنامج الذي ينظم عن بعد تم اختيار عنوان المنصة الافتراضية له في هذا العام، كيف وجدتم اقبال منتسبات سجايا فتيات الشارقة لهذا البرنامج؟ طبعا وجود مثل هاي الفرص فتحت لنا ابواب وافاق جديدة. الحين بامكان الفتيات حضور ورشنا عن طريق منصة زوم التي يعني اصبحت سهلة وفي متناول الجميع. وطبعا هاي الفرصة اعطت المجال للبنات وين ما كانوا في اي بلاد او في البلد يعني او خارجها انهم يقدرون يحضرون ورشنا. جميل. كذلك يعني لا شك بأنكم قمتم بتنسيق جدول للفعاليات للورش التي تقام على هامش أو ضمن هذا البرنامج، سواء يعني اللي تبتدي من بداية هذا البرنامج من الرابع من هذا الشهر الجاري ولغاية ربما الشهر القادم ستستمر، صحيح؟ صحيح. جميل، أعتقد لغاية الخامس من أغسطس القادم. طيب حدثينا عنها. صحيح، احنا برنامجنا يستمر الى 5/8. نعم. طبعا برنامجنا في الكثير من الورش والبرامج، مثلا عندنا البرامج اللي تستمر لمده اسبوع، منها الصحه النفسيه، ومنها اللغه اليابانيه ورياده الاعمال، ومنها البرامج اللي تكون على مدار 4 أسابيع. نعم. منها قبيله التحدي. طبعا في هالبرنامج الفتيات يتعلمون اساسيات الرياضه وطريقه تحضير الاكل الصحي. وايضا عندنا مثل ورش يوميه مثل التصوير الفوتوغرافي، عندنا اليوغا، عندنا رياضه، عندنا مثل ما قلت لك اليوغا، وعندنا التامل ايضا. نعم، المجال ما زال متاحا للتسجيل في هذا البرنامج، وما هي الفئات العمرية المستهدفة؟ الفئات العمرية هي للفتيات من عمر 13 إلى 18 سنة. وطبعا المجال مفتوح حق أي حد يسجل إلى الآن في برنامج معينة، لو يدخلون على صفحتنا على التواصل الاجتماعي الانستغرام @sajaya_ssj، عندنا رابط، عندنا رابط في البايو ممكن يدخلون عليه ويسجلون خلاله. اها، طيب، يعني في هذا العام هل تم تحديد سقف لعدد الراغبين بالتسجيل من المشاركين ام المجال متاح لاكبر عدد؟ طبعا المجال متاح لاكبر عدد ممكن. يعني منصتنا او برنامجنا الصيفي متاح لجميع الفتيات وين ما كانوا، ان كانوا داخل البلاد او خارجها. وما عندنا يعني عدد معين للفتيات، كل حد يقدر يدخل. يعني اعلنتم كذلك عن هذا البرنامج عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بسجايا فتيات الشارقه؟ صحيح. وكيف نعم قنوات التواصل. نعم، عادة الاستفسارات تركز على ماذا استاذة مي؟ عادة تركز على العمر. نعم. لأن عادة يونا بنات مثلا يكونون أقل عن 13 سنة ويبون يدخلون ورش عندنا، أو مثلا الأسئلة اللي تتردد دائما، هل أنا ممكن أدخل هالورشة، أو أنا مثلا خلصت المقاعد في هالورشة ممكن يدخلوني في هالورشة. لكن هل تم يعني ولكن هل تم وضع شروط خاصة للمشاركة؟ لا، ما في أي شروط للمشاركة. احنا يعني المجال مفتوح حق جميع الفتيات بشرط انه يكونون بين 13 و18 سنة. جميل، كل التوفيق ان شاء الله للأستاذة مي عبد الله السري، تنفيذي أول إعلام في سجايا فتيات الشارقة. شكرا لكم ولمبادراتكم.
شكرا 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 لك. يا مرحبا.